احنا موسمنا فما نشتغل في موسم العنب كل عام، يعني زي كيف هذا الموسم نتضمن عنب. موسم الحصاد الحمد لله رب العالمين، يعني رزق من الله، اللي هو الانتاج ضعيف شوية، مش زي العام القلط. العام القلط كان في نسبة انتاج عنب ممتازة و100%. احنا اللي بنشتغل فيه هذا عنب اللي هو الشباني، الورق بنقول عنه الشباني، اللي هو عنب القريشي، في عنب بناتي، في عنب اسود ورقه. طبعا هو الماشي في الاسواق اللي هو الورق القريشي، الورق العنب البناتي، مكلفة بدها ايد عاملة. يعني العنب هذا مية، احنا من نسبة لنا للقطف هذا مية، بده محافظة من عمال، من رش، من إصابة، من لفحة، من إصابة من ديدان، من كل حاجة. إذا كان العنب لقيناه بده شوية بده غذاء، نعطيه شوية أسمدة، شوية غذاء في المية بتاع مشان تم الشجرة متروحنا بتدينا الحب الناتج الصح. حصاده بيبدأ عنا من 20/6/20/7 لعند 10. طبعا خلص بتبطل يعني الشجرة، بتصير الشجرة تاخد من الحب في الفترة هذه، خلص بصير يعني العنب بينتهي خلص. أسعار أحيانا بتطلع أحيانا بتنزل، ما بنقدرش نحدد أسعار. طبعا السنة يعني نسبة الحمل أضعف، ليش؟ العنب ممكن الشجرة الدالية هذه تريح. العنب هذا بده شوب عشان إيش؟ يبعد عنه الأمراض. اليوم المناخ هذا بسبب فيه أمراض. على ما احنا